إلى شباك الثقافة اليوم، حيث نتحدث عن فيلم وثائقي جديد يتكلم عن الشتات الذي سببته الحرب في سوريا. فيلم توب العيرة تم عرضه اليوم لأول مرة في بريطانيا ضمن مهرجان لندن لصانعي الأفلام. للحديث عن هذا الفيلم أستضيف المخرجة لين الفيصل التي تنضم إلي مباشرة. مساء الخير لين، ولكن قبل أن نبدأ هذا الحوار دعونا نتابع مقتطفات من الفيلم ثم نعود. حدك شو بصير على الزتات هاي؟ على الجنيه تبعنا هسه شو بصير بالتيتا؟ اقسم بالله تفكر قذيفه اجت من الشام لهون هاوين. اربع سنين مرقوا بدون ما اشوف حدا من عيلتي لحد ما نزلت على بيروت لعند خالتي دعاء وبناتها اللي ربيت معهم، ولا كانه افترقنا. بعدها نفس الاشياء بتضحكنا ونفس الاشياء بتبكينا ضحك. كان في نوع معين من السعاده افتقدته وما حسيت فيه من زمان. هاي الأوطان اللي عم نخترعها وعم نحاول نتمسك فيها هي مجرد وهم. أنا لازم أرجع على الشام. طبعاً بدي أرجع، لا شك، وموضوع ما في نقاش يعني. لأنه إذا بتمني هون بلبنان بحياتي ما بقى بشوف الأولاد. على الأقل هونيك بخلص من وصمة العار اللي اسمها سوري. ما بتفرق، المهم إنه نطلع من هذا المكان. راحت بيوتهم كلياتها لاولادي. هي قليله يعني. ماني عارفه انا شو بدي اسوي بحالي، عرفت شلون؟ لما الانسان الكبير لحاله قاعد عايش في بيته لحاله وهو احوج الناس لاولاده يعني. أهلا وسهلا فيك لين الفيصل، مخرجة فيلم توب العيرة الذي تم عرضه اليوم لأول مرة في بريطانيا ضمن مهرجان لندن لصانعي الأفلام. بداية مبروك العرض في مهرجان لندن لصانعي الأفلام، وما الذي يمثل لك هذا العرض؟ شكرا كثير لك. صار لنا أكثر من سنة ونص عم نشتغل على أنه يكون هذا الفيلم خرج انه ينعرض بمهرجان. هو مثل ما انت بتعرفي الفيلم الاول لإلي، وكان يعني خبر انه انقبل بمهرجان لندن لصانعي الافلام خبر كثير حلو كثير مهم، خصوصي انه يعني احنا اكيد بنطمح انه اكثر عدد من الاشخاص يقدر يحضر الفيلم بسبب يعني اهميه القصه بالنسبه لإلي شخصيا وبالنسبه لكل التيم اللي اشتغل معنا. توب العيرة، اشرحي لنا أكثر الاسم للي ما كثير يمكن بيعرف اللهجة السورية، لأنه هو تقريبا مأخوذ من مصطلحات سورية، وأيضا قصة الفيلم الوثائقي اللي هو يعتمد على السوريين اللي أصبحوا الآن مهجرين وفي دول الشتات. اسم توب العيرة بيجي من مثل توب العيرة ما بيدفي، اللي هو مثل يعني عم بيقول انه الشخص لما يكون عنده شيء غرض لإله، توب يعني فستان مثلا، وبيلبسه هذا الشيء بدفيه اكثر بكثير من لما يكون مستعير شيء من شخص ويلبسه. طبعا الكنايه هون عن الاشخاص اللي تركوا سوريا وراحوا عاشوا ببلاد الغربه، اللي هن كلياتهم طبعا اكيد عاشوا عايشين هلا ببلاد كثير حلوه، اكيد 100% بتعطيهم حقوق اكثر بكثير من سوريا، بس في عندهم هذا الشيء اللي مخليهم بردانين من جوا، ما عم يدفوا لانه هن مانن بوطنهم، مانن ببيتهم، مانن قاعدين بين احبابهم بين عيلتهم. من هيك اجى الاسم انه بيعبر عن موضوع الشتات اللي صار بالعيله السوريه. الفيلم هو أكيد بيحكي عن تشتت العائلة السورية، عائلة من طبقة متوسطة اللي هي عائلتي أنا، مكونة من 7 أولاد يعني لست كبيرة اسمها تيت السوسو. كل حدا منهم صار ببلد مختلف بسبب الأزمة السورية،
طبعا الشيء اللي بيميز الفيلم هو انه الشخصيات عندهم هيك شيء شوي مختلف عن الشيء اللي بنشوفه بالعاده، اللي هو انه مثلا الست الكبيره اللي اسمها سوسو، رغم انه الكل عم يطلع من سوريا، هي بقلب الفيلم كانت مصره انه هي بدها ترجع على الشام، بدها تقعد ببيتها الكبير الفاضي. شخصيه ثانيه اللي هي دعاء بنتها لسوسو، كمان شخصية بتكسر الصورة النمطية اللي طلعت عن النساء السوريات خلال هي الأزمة، اللي هي إنه في جماعات مثلا من الجماعات المتطرفة اللي كانت جزء كبير من هي الأزمة، صار في قمع للنساء، صاروا يستخدموا كأدوات مش يعني ما إلها خيار ما إلها شيء. بس هاي شخصية بتثبت عكس هيك، بتقول إنه النساء السوريات بالعكس تحرروا أكثر، صاروا بيشوفوا إنه إذا فيش في سبب كبير يعني رسالة على مكانة المرأة السورية بالمجمل وعلى قدرتها على تحقيق إنجازات توازي ربما الرجال. لين بما أنه ذكرتي أنه هي الفيلم عن عائلة بتخصك، عن عائلتك يعني، وهن اللي موجودين في دول الشتات، هذا الشيء كمخرج للفيلم شو أضاف لك؟ يعني شو قدرتي تطلعي شيء مختلف بما أنك بتعرفيهم شخصيا ومرتبطة فيهم عاطفيا؟ الفيلم بالنسبة لي كان كتير صعب، يعني أنا اشتغلت أفلام قصيرة قبل عن شخصيات ما أنا هالقد قريبة مني. أنا لما عم بحكي عن عيلتي الموضوع بيصير أصعب بكتير، لأنه أنا عم عيش معهم. أول شيء هنن كتير معودين علي، فهنن ما بياخدوني على محمل الجد إذا بدك. أول ما بلش صور معهم، بعدين ليتعودوا هنن إنه في كاميرا، إنه أنا قاعدة معهم بشكل طبيعي والكاميرا عم بتصور كل هدول اللقطات. بس كمان فادني بإنه هنن ما اضطروا إنه هنن يورجوا حدا غريب هذا الجزء الشخصي جدا من حياتهم كانوا متعودين عليه بهذا المنطق. الشيء الثاني اللي هو انه انا بسبب اني انا عملت هذا الفيلم وتقربت منه لهالدرجه، تغير كثير اشياء يعني بحياتنا، بطريقه اللي بتتعامل فيها العيله مع بعضها. طبعا العالم كلياتهم اللي بالغربه قدروا يشوفوا اشياء هن ما كانوا شايفينها قبل، فكان يعني الفيلم شيء كثير انبسطنا فيه يعني احنا بالعيله، فادنا بشكل كثير أثر كبير. عليكم انا بتعاملكم مع كمخرج بعض. شكرا. نعم تفضلي، انت كمخرجة شو كنت بدك تقولي؟ تفضلي. كمخرجة مثل ما قلت لك كان هذا الشيء تحدي بالنسبة لي، بس يعني كان مفيد أكثر من سلبياته. بعد ما هلأ انعرض ببريطانيا، هلأ هو يعتبر يعني كأول فيلم أخرجتيه يعتبر إنجاز بالنسبة لإلك، عم تفكري بمشاريع قادمة؟ هل رح تضلي بإطار الأفلام الوثائقية؟ هل عندك يعني سهولة، يعني ربما أنه عائلتك هن أفراد يعني عناصر الفيلم، فكان يمكن أسهل بالنسبة لإلك كتنفيذ، هل عندك سهولة بالتنقل مثلا إذا حبيتي كمان يعني تصوري مواضيع مختلفة وتخرجيها؟ هلا هو بالعكس تماما، يعني كتنفيذ هو اصعب بكثير لانه عيلتي، لانه هن مثلا في مونه بيناتنا، فانا بقول له انه مثلا نصور بالنهار الفلاني، بيقولوا لي انه اوكي، قبل النهار الفلاني بندفع، بيقولوا لي انه مثلا حنكنسل تصوير، عرفتي؟ فهو لوجستيا بالعكس اصعب كثير تنفيذ فيلم مع ناس قراب كثير من المخرج. اكيد يعني انا الفيلم الوثائقي هو شغفي، بعمله طبعا يعني بعمله طبعا بوقتي الخاص يعني، وفي مشاريع المفروض هلا تكون بالافق يعني، بس لسه هلا مركزين اكثر شيء على انه اكبر عدد من الناس يقدروا يشوفوا توب العيره وينجح في مخططات لعرضه بالمجال. بأماكن أخرى؟ لهلا في الشهر الجاي بدبلن بايرلندا حينعرض بمهرجان سيلك رود من 7/3 ل 11/3. حلو،
بالتوفيق إن شاء الله لين الفيصل، ومبروك عرض فيلمك بمهرجان لندن لصانعي الأفلام، وبانتظار أفلامك المقبلة. شكرا لك. كثير لك. شكرا، يا هلا.